ازاي هنروح كاس عالم والفتره الجايه هيبقى شكلها ايه. هنبتدي النهارده اخبارنا من النادي الاهلي وابو تريكا، اخبار كتير جدا عن محمد ابو تريكا. كابتن محمد ابو تريكا سمعت ان هو تلقى عروض من بنياس الاماراتي ثم الهلال السعودي، حاجات كتير جدا، عروض كتير جدا تلقاها ابو تريكا. ولكن كنت على يقين امبارح وانا قاعد كده مع نفسي ان ابو تريكا لا يمكن يسيب النادي الاهلي. يا جماعه اللي بيعرف يقرا كويس يقرا ويتاكد ان محمد ابو تريكا سيختم حياته الكرويه داخل النادي الاهلي، لان هو النادي الاهلي صنع له الكتير وهو صنع للنادي الاهلي الكتير، واعتقد عنده طموحات داخل النادي الاهلي اداريه ان كانت او فنيه ان كانت او في العمل الاداري او في الجهاز الفني. اعتقد محمد ابو تريكا هو النهارده لونه احمر، يظل لونه احمر. من الصعب جدا فلوس تغريه، لان الفلوس لو بتغريه كان جاله ارقام كبيره جدا كان مشي. ما اعتقدش ان محمد ابو تريكا هيسيب النادي الاهلي، وحسمها بالفعل. قعد مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وقال له انا مش هتنازل عن النادي الاهلي، مش هسيب النادي الاهلي، مش عايزني هعتزل، هعتزل داخل القرعه الحمراء، حمدي على بياض للنادي الاهلي. وعشان كده الناس محتاره قوي ليه محمد ابو تريكا هو محمد ابو تريكا، عشان هو ده محمد ابو تريكا باخلاقه بالتزامه بفكره، بان هو راجل ذكي. انا دايما اللي اقول كده، محمد ابو تريكا راجل ذكي، راجل نبيل، راجل بيعرف يفكر، راجل عارف ان هو لو طلع بره النادي الاهلي وما بقاش محمد ابو تريكا ورجع، مش هيبقى معبود الجماهير، مش هيبقى محمد ابو تريكا، مش هيبقى خليفه محمود الخطيب، مش هيبقى بيبو نمره 2 الكره المصريه. لا، محمد ابو تريكا عارف كويس قوي بيعمل ايه، عارف كويس قوي رايح فين، عارف كويس قوي هو عمل القاعده دي بتاعها بشكله ازاي، عارف كويس قوي هو قاعدته النهارده عامله ازاي في الشارع. مش هيخسرها بسهوله ولا عشان ملايين، لان لو بيدور على الملايين ولا بيدور على الفلوس كان عملها من زمان قوي. هو عمل فلوس برضه عشان ما نضحكش على بعض، بس ضحى بملايين كتير قوي علشان يفضل في النادي الاهلي، دي حقيقه. وكان ممكن يروح اي بلد عربي ويجمع فلوس كتير قوي، بس هو الراجل رفض، لان هو اعتقد عنده احلام داخل النادي الاهلي وعنده احلام مع جمهور النادي الاهلي. هيبطل، هيكمل، هيعتزل داخل النادي الاهلي. دي وجهه نظرنا في محمد ابو تريكه، وان شاء الله باذن الله برضو الايام تثبت ان احنا داخل ملاعب اليوم احنا اللي مظبوطين.